توليب خانو ملبسنا المحابس، يعني مو مرة قلتي لي الخطبة ما رح تطول ورح نترك؟ قبل ما تطلعي لبسناهن، واحذري شو؟ هي اللي طلبت. استناني هون نص ساعة وبرجع، ما رح طول. شو بدك تعمل هلا يا غبي؟ وبلكي جوري عرفت شي. سخيف أنا. أنت غلطت وعم تغلط كتير داني، اللي صار اليوم بالمشفى هون ما حلو بحقك نهائياً. إيه بعرف عمي معك حق. أنا غلطت لأنه وصلت الأمور بيناتنا لهالدرجة. بس هي كمان غلطت لما شخطت لي سيارتي بالمفتاح اليوم، كيف بدك يعني اسكت عمي؟ عمر بيك، أنا بعتذر كتير. بصراحة ما بعرف شو صار لي بس كنت معصبة كتير. عادي ولا عادي؟ بالإذن عمي. وأنت كمان عود داني. أنا لسه ما خلصت حكي معك. عمر بيك، أنا ما بدي أخسر شغلي لو سمحت. شو مشكلتك بالأول؟ احكي لي يولا. الضغط مو؟ يعني والله نزل ضغطي شوي، بس رح يعملوا لي فحوصات. يعني هو أنا بالعادة ما بينزل ضغطي بنوب، بس في وضع ما له طبيعي أبدا. يمكن عصبي. عمر بيك، أنا آسفة كتير وندمانة على اللي ساويته. يعني ممكن تعطيني فرصة أخيرة؟ أنا ما بدي أخسر شغلي لو سمحت. تفضل ما تخسري شغلك، يبدو في دين بالموضوع ولازم توفي. بس أنا ما معي مصاري دكتور. عندك معاش؟ رح ينخصم منه مبلغ معين بكل شهر، وبس يخلص دين داني بتسكر الموضوع نهائيا. عفوا ما شفت حدا برا، فكرتك فاضي. تعالي توليب، هنن كانوا طالعين اصلا. طيب ماشي يولا، روحي وارتاحي بالبيت وبكره بترجعي على الدوام. منيح لك، انا رح امشي عمي. يلا بخاطرك. الله معك توليب. صاير زلمه ما شاء الله. شكرا، تفضلي. يولا، أنا تعلمت الدرس ومشي الحال، وبعتذر منك كثير، وأنت كمان تعلمي من اللي صار، بس رجاءً لا تزعجيني مرة ثانية. إيه صحيح، رح أعتذر من أختك كمان. أنا لسه ما تعلمت شيء، والدرس اللي رح تتعلمه مني هو درس عمرك. انت اجيتي مشان نتائج الفحص، في مشاكل؟ كله تمام؟ لا، ما في شي بيخوف. فرحتيني. هالصمت من غير ما نعرف شو بدنا نقول لبعض ابدا مو حلوه بحقنا انا وياك عمر. انا قلت لك كل شي عندي امبارح، يعني بعيد ميلادك. اللي صار هو خيبة أمل بسيطة، أنا كبرته بما فيه الكفاية، والنتيجة شو ما كانت تكون، حتى من مين ما كانت تكون، أنا بحب المفاجآت. بس أنت نسيان، أنا كمان عندي مفاجآت كتير. يعني لازم ضل جاهز لمفاجآتك توليب؟ شو رأيك نتعشى الليلة مع بعض على رواق؟ بكرة في عندي اجتماعات مهمة كتير، ما رح أقدر أسهر. ماشي، لا تنسى العرض بكرة لو سمحت.
أنا بتمنى حضورك، هو بداية صغيرة بس مهمة كتير. عن إذنك.